من الأخت المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟ نعم، في الأذان وبعد الأذان لا بأس، الحمد لله، لكن سنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم مع ذلك في حاجة من الحاجات فلا حرج فيه، يجيب المؤذن. نعم. وإذا أراد السلام أو شمت عاطس أو طلب حاجة فلا حرج فيه. جزاكم الله خيرا.